أيها الأخوة الكرام، لازلنا نتواصل على البركة والتوفيق. ينطلق هذا الشوط الثاني عشر في مجموع أشواط هذا الصباح مخصص لفئة الجعادين في هذه المميزة. أعود مع المقدمة. انطلق أيها الأخوة الكرام مع الصدارة الأولى، انطلق على البركة، انطلق مع هذه المسيرة المميزة التي تبحث أيضا عن أسماء متميزة، تبحث عن النصر. أعود مع المقدمة، أفتتح هذه الإذاعة مع مياس سيف بن مطر بن محمد النيادي في مقدمة هذا الشوط. بينما أيها الثاني، هنا ايضا انتقال قوية، تحدي مثير، قوة وإثارة ضمن الاسماء. هنالك ايضا لمح البصر محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي، وكذلك وصول ايضا وانتقاله مميزة ايضا من شديد محمد بن عبيد بن يزرب العامري على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك ايضا شاهين سعيد بن مسلم بن قنزول العامري، مع ايضا هنالك الوصول مع رابع المراكز. المركز الخامس ايها الاخوة، فهنالك سراب يصل بكل قوة مع المركز الخامس، وتعود ملكية سراب للسيد احمد بن سالم بن دري الفلاحي. من يحتل المركز الخامس؟ المركز السادس هنالك زاوية اخرى ايضا باحثا، ويتحدى شاهين لانديل بالويهي بالزفنة الاعفاري، وكذلك وصول ايضا وانتقاله واضحة بكل قوة من قبل مياس هلال بن عيضة بن هلال الا مزروعي مع المركز السابع. المركز الثامن ايها الاخوة الكرام، هنالك الوصول من قبل شاهين محمد بن حماد العامري، وفي المركز التاسع هنالك الوصول التاسع انتهينا. عاشرا ايها الاخوة، هنالك هملول لسعيد بن حمد بن قناص العامري مع المركز العاشر. عشرة اسماء، واعود مع المقدمة، اعود مع قمة هرم هذا الشوط، اعود مع الصدارة الاولى، القوة الاولى، المتحدي مياس. ما شاء الله، مياس على الصدارة، مياس على القوة، مياس على الاثارة، ولكن هنالك التحدي ايضا من قبل لمح البصر اللي مر وعبر في هذه اللحظات وانتقل الى مقدمة هذا الشوط المميز. هنالك محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي، خطى ثابتة كما يتمناها مالكها للمح البصر محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي في هذه المسيرة. هنالك متابعة قوية، متابعة. الله 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 الله، انتقل للمركز الثاني. المركز الثاني ايها الاخوة الكرام، هنالك مياس لسيف بن مطر بن محمد النيادي، وكذلك وصول من ثالث المراكز جديد والشدة من جديد. هنالك متابعة ايضا رسمية من محمد بن عبيد بن يزرب العامري مع الانتقال الواضحة من الثالث الى الثاني. رابع المراكز ايها الاخوة، هنالك شعار جديد واصل في هذه اللحظات، شاهين سعيد بن مسلم بن قنزور العامري، وايضا هنا انتقاله ايضا من قبل الاسماء المتحدية شاهين محمد بن حماد العامري. مستمعين الاعزاء، هنالك هملول سعيد بن حمد بن قناص العامري، وايضا وصول من ضمن الاسماء القادمه بكل قوه، فهنالك حشيم لمطر بن عبيد بن يمعه بالكوس الفلاسي يصل وينتقل من مركز الى مركز. هنالك شاهين لنديل بالويهي بالزفنه ايضا ينضم ضمن الاسماء المتقدمه. ما شاء الله، اختلط الحابل بالنابل ضمن هذه الاسماء الباحثه عن الفوز وعن النصر. وكذلك هنالك شاهين علي بن حمد بن مطر منصوري قادم بكل قوة، وأيضا هنا وصول من هملول، ولكن هنالك الأسماء الباحثة. الله 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 الله، هنا سراب محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري، وأعود عند المقدمة، أعود مع الدرعي، أعود مع الكيلو المتر النهائي، الكيلو ما بعد كيلو إلا الناموس. لمح البصر لمح البصر لمح البصر على المقدمة، على السيطرة، تعود ملكية محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي مع المقدمة. بينما المركز الثاني هنالك ايضا حشيم مطر بن عبيد بن نمعة بالكوس الفلاسي، وكذلك المركز الثالث ايها الاخوة الكرام، شديد محمد بن عبيد بن يزرب العامري مع المركز الثالث، ولكن هنالك شاهين لسيد نديل بالويهي بالزفنة الاعفاري ينضم من المن الرابع الى الثالث الى الثاني، وعينه على المقدمة يلاحق حشيم ما شاء الله. بينما هنالك الله يا مربوش، الله يا مربوش سعيد بن محمد
بن حمدش الخيلي، هنالك ابو محمد واصل بكل قوه، روح يا الخيلي مع هذه الانتقال الواضحه ما شاء الله، انتقل من العاشر الى التاسع الى المركز الثاني الان ما شاء الله، هذا هو مربوش مع المركز الثاني، بينما هنالك وصول ايضا وقوه من المركز الثالث شديد محمد بن عبيد بن يزرب، وكذلك الله الله الله، اعود مع المقدمه، اعود مع المفاجاه القادمه، هنالك على المركز الاول هنالك حشيم مطر بن عبيد بالكوس مع الصدارة الأولى 300 متر النهائية، الله يا المركز البصر، لمح البصر عاد مرة أخرى يحاول استعادة حقوقه إلا منهوبة والمميزة ما شاء الله، هذا هي لحظات الإعادة، هذه هي لحظات الفوز، هذه لحظات النصر، الله خلاص غادر بالناموس، غادر بالتهاني، غادر بالسلامات ما شاء الله، يستاهل والله يستاهل، يستاهل درعي محمد الضبيب بن راشد، الدرعي هو لمح البصر ومالك يستاهلون، التحية والإشادة والنصر ما شاء الله، المركز الثاني هنالك من نصيب حشيم مطر بن عبيد بالكوس، المركز الثالث فكان من نصيب انديل بالوهي بالزفن العفاري، المركز الرابع فكان ايضا ايها الاخوه من نصيب العامري شديد محمد بن عبيد بن يزرب، المركز الخامس مربوش سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي. هكذا ايها الاخوه الكرام لمح البصر بالفعل علقت عليه وعبرت عن كلمات المميز التي استاهلها، وهذا هو بالفعل اسم على مسمى لمح البصر، استطاع ان يسجل هذه النقطه المميزه والمستحقه التي تستاهل الاشاده والتعبير، لكن التوقيت الزمني يفاجئنا ويصل 7:52.5 تهنئه قلبيه لمالك لمح البصر محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي. المركز الثاني قدم عرض ممتاز اللي هو حشيم مطر بن عبيد بن يمعه بالكوس الفلاسي، فايضا قدم له عرض مميز ويستاهل 7:53.2. المركز الثالث فكان من نصيب العفاري، فكان الشاهين الذي وصل بكل قوة المركز الثالث يا مخرجنا شكرا. المركز الثالث فكان من نصيب ايضا شاهين لنديلة بالوهي بالزفنة العفاري، توقيته 7:53.5. تهانينا والناموس لكل الاخوة الفائزين الثلاثة بل العشرة بل كل من شارك في هذا الشوط.